تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار مبادرة كلنا واحد، وصلت وزارة الداخلية توزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، وده لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، والذي يهدف في أحد محاوره لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توزيع عبوات غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. كل عمر الشعب ده إيد واحدة، كل في ربط واليوم الدين، الشعب اللي في وقت الشدة دايماً عارف سكته فين. بحبك يا ريس، وشكراً على الهدية الجميلة دي. شكراً على الهدية الحلوة ديت، بنحبك يا ريس ودايماً فاكرنا على طول. بنشكر الريس وبنشكر الداخلية وبنشكرهم على الهدايا الحلوة دي. نشكر سيادة الرئيس اللي هو بيفتكرنا كل سنة بالشنط وبيفتكرنا بالخير. شعب مقدر قيمة بلده وشايل لها 100,000 جنيه، على حبها من يوم ما اتولدوا جيل بيسلم رايا الجيل. كل سنة وانتم طيبين. طيبة حبيبتي، ونشكر سيادة الرئيس اللي هو دايما كل سنة فاكرنا، وكل سنة انتوا بتجونا وفاكريننا، ربنا يبارك لكم يا رب. وعشان شبر في أرضه يموت واللي في عز المحنة اتحدى هتعدي وعلى الصوت، رجالة ولاد رجالة ايد تحمي وايد شغالة، مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار بيفوق. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيتحدى ناس بزنجاحه كتير كارهين. طول عمر الشعب ده ايد واحدة. احنا ما كناش متوقعين ان انت هتجينا وتفتكرنا والله، وربنا يعينك ويقويك يا ريس. انا بشكر سياده الرئيس على دعمه لينا وعلى فرحه اولادي بالشنط والكراريس والجلام اللي هم عاطينها لنا. بجد احنا مش عارفين بجد نقوله ايه، والله العظيم انا مش لاقيه كلام اقوله بجد. شكرا شكرا يا ريس. بتضحك اللي على جبينه، ربنا جنبه بيعينه، هو ده يبقى الشعب المصري. فرحانة بوجودكم معانا ومقابلتكم بينا المقابلة الحلوة وجبرتكم معانا، تنجبر ومبارك فيكم يا رب. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيتحدى ناس بزنجاحه كتير. كلنا مبسوطين بيكم خالص خالص، واحنا بنشكركم وبنشكر الرئيس وربنا يخليكم. المبادرة شهدت توجه مأموريات من قطاع المشروعات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن إلى المناطق الأكثر احتياجاً لتوزيع السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية على قاطني تلك المناطق، الذين أشادوا بهذه المبادرة وبدور وزارة الداخلية الذي لا يتوقف عن دعمهم. شكرا يا ريس على اللي بتعمله معانا ووقفتك الجميله مع البلد. اشكر رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اهتم بذوي الاحتياجات الخاصه ووفر لنا الشنط والكراتين. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين،
المبادرة تأتي بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وكإحدى المشاركات الاجتماعية الفاعلة من وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية بهذه المناسبة، ورغبة منها في تلبية جزء من احتياجاتهم. ربنا يخلي الرئيس الجمهورية يا رب ويخليكم. رجالة ولاد رجالة، ايد تحمي وايد شغالة، مصر كل سنة وانت طيب. الله يخليك. محتاجين أي حاجة؟ الله يخليكم، عايزينك طيب الله يخليك، كل سنة وانت طيب الله يخليك. مبادرة كلنا واحد طبعا مبادرة جميلة، وأنا بشكر الرئيس على هذه المبادرة لأنها فعلا بتغطي حاجات لناس فعلا محتاجينها، وبتوصل للناس فعلا اللي محتاجينها. بنشكر سيادة الرئيس أن فرح أطفالنا وشفنا يعني حاجات حلوة النهاردة. الرئيس دايما محافظ على فرحة الأطفال، وربنا يبارك فيه طبعا، مدخل الأطفال المدرسة بحاجات جديدة وشنط جديدة، وربنا يحفظه ويبارك لنا فيه. مبسوط قوي عشان الرئيس السيسي فاكرنا كل سنة وبيقدم لنا شنط وحاجات يعني حلوة نفرح بيها. أنا مبسوط النهاردة الضباط انهم جابوا شنطة كبيرة أخش بيها المدرسة. من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية تأتي مثل هذه المبادرات الإنسانية المتنوعة التي تطلقها الوزارة تزامناً مع المناسبات المختلفة لدعم المواطنين، بخاصة الفئات الأولى بالرعاية منهم لتخفيف الأعباء عنهم. بنشكر سيادة الرئيس أنه افتكرنا بدخلة المدارس وبعتنا لنا الشنط واهتموا بأطفالنا. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا. ألف شكر يا رئيس، ما تحرمش منا. حضرة الرئيس أشكرك 100 100 100 ألف شكر.